اللي وقع فيها النادي الاهلي، تحدد الدقيقه 15 اهو تسديده امام عاشور اللي في العارضه، وبعد كده تقريبا اختفينا هجوميا وبقى فريق سيراميكا والاكثر، ما شفناش بسام خالص بعد كده، ضغط على مرمى النادي الاهلي ومصطفى شبير ودفاع النادي الاهلي، ومن الارتباك جه هدف التعادل. ابرز الاخطاء وازاي نقدر نصححها الشوط الثاني. اسوء حاجه في الكوره ان انت تبقى رد فعل مش فعل، بالذات في الفرق الكبيره. نعم. الفرق الكبيره ما ينفعش تبقى رد فعل. نعم. ما ينفعش بعد ما انت كنت حرص هدف وشبه مسيطر على اول ربع ساعه، عندك حريه في الملعب تتحرك براحتك، ما فيش اي مشكله عندك، ما تعرفش بدون مبرر ابتدي تشتغل في الثلث الدفاعي بتاعك وسبت سبت الاستحواذ كله. نعم. ده فريق سيراميكا وهم بصراحه بيلعبوا اللامركزيه طول في الملعب. صحيح. ما فيش حد بيلعب في مكان ثابت، ما عندهمش راسه ملعب واضحه. نعم. هو بيشتغل بيلعب في اربعه تحت راس الحربه، الاربعه بيتحركوا، حتى كمان فخر القائد بيتحرك معاهم على الجناح. ده صحيح. فعامل لك خلل في النواحي الدفاعيه في النادي الاهلي، وانت كمان بتلعب في الثلث الاخير، فده الريسك بتاعه خطر. شفنا واحده اتقطعت في التحضير كانت ممكن تيجي جول، شفنا واحده شالها شوبير كانت صعبه جدا بعد الهدف، كان تبقى صعبه جدا. فانت ست استحواذ بدون مبرر. نعم. مفيش مبرر يخليك ان انت تعمل الكلام ده كله، لا انت تعبان ولا انت استمرارات ميس باص غريبه جدا. ما انا بقول لك انت. نعم. ليه انت بتلعب في الجزء. نعم. بتاعك ده عمل خطر عليك طول. نعم. طول الجيم وانت قاعد مستني. نعم. انت قاعد مستني ايه اللي هيحصل. ما انا ما عنديش يعني، حتى انا وانا راجع واقف في الثلث الدفاعي المفروض ان انا عندي بلان بي بشتغل. نعم. عليه. اول ما بستحوذ باخد الكوره لازم انا بطلع على حد، بطلع على حد، بطلع على الاطراف، يبقى عندي التحركات عشان ارتاح. طيب، ما انا الاهلي مطالب بالفوز لانه دي مباراه كؤوس، وبالتالي التعادل توصل ركلات ترجيح او لا قدر الله ممكن يدخل مرماك هدف، يعمل ايه عشان الاهلي يعود للمباراه يبقى هو صاحب السيطره، هو اللي بيهدد، هو اللي ممكن يسجل تاني. الفرقه ليها عدله. عدلها. انت يا خلاص انت عندك طرف حسين الشحات. نعم. وماشي بشكل كويس وبيحل لك حاجات كتير. في راس حرب عندك بيتحرك بشكل كويس، وسام لو هو مش مصاب او مش مجهد. عندك كمان نص الملعب انت بقالك فتره طويله بتدافع باتنين في نص الملعب اقوى. نعم. جدا. انت فاقد النهارده نمره 6. انت الاثنين مروان، هل وسام ابو علي ممكن يلعب دلوقتي؟ طبعا. ليه مروان استنى؟